تحية طيبة مشاهدينا، مرحبا بكم في الموعد اليومي. نشرة الأخبار على نسمة، والبداية كل عدب أبرز العناوين. بعد زيارة لأداها رئيس الحكومة للقسرين، أهالي منطقة خمودة يقوموا بغلق طريق احتجاجا على مرور الشاحنات الثقيلة بمنطقتهم. إصابة 5 مساجين بحروق متفاوتة الخطورة أثر نشوب حريق في السجن المدني ببرج الرومي من ولاية بنزرت. وفتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في منطقة السعيدة من ولاية منوبة. مرحبا بكم مشاهدينا، ما زلنا في متابعة لتداعيات الحادث الأليم اللي جد البارحة في السوق الأسبوعية بمنطقة خمودة من معتمدية فسانة بولاية القسرين. حادث دموي خلف مقتل 16 شخص و85 جريح، وهو ما دفع أهالي المنطقة اليوم باش يحتجوا وين قاموا بغلق طريق احتجاجا على مرور الشاحنات الثقيلة بمنطقتهم. أقدم أهالي منطقة خمودة من معتمدية فسانة ولاية القسرين صباح اليوم على غلق الطريق الوطنية رقم 17، وذلك احتجاج منهم بعدم مرور الشاحنات الثقيلة من منطقتهم، وذلك بعد الحادثة الأليمة اللي جدت أمس وراح ضحيتها 16 شخص وإصابة 85 آخرين، مع تردي البنية التحتية والمطالبة بالتسريع في إنجاز الطريق الحزامية المبرمجة منذ سنوات. نحن عندنا مطالب، إذا كان باش تاخذوها بعين الاعتبار نتوجه بالكلام تاعي للسيد رئيس الحكومة والسيد رئيس الجمهورية. سيلفيل نو زيكوتي. نحن هنا ناس مثقفة، فهمتني، ما عدناش لا اعتصامات في الثورة لشيء، لا سكرنا طرقات في الثورة لشيء. المطالب نتاعنا أولا البنية التحتية، كما تشوف صارت كارثة على خاطر البنية التحتية مش باهية. ثاني حاجة ليرجونس، نحن هنا في منطقة خمودة كبيرة فيها يجي 20 لقب. ليرجونس ما عدناش وحدة نتاع استعجالية في خمودة، ما ثماش أن بيتي ديسبونسير كي نيسير أريان، تنجم تمشي تشوفوا. نطالبوا بوحدة استعجالية، مستشفى محلي هنا يكون كبير، فيه وحدة استعجالية قارة موجودة على طول. بريمو على خاطر المستشفى بتاع القسرين بعيد، اون بليس المستشفى بتاع القسرين سي با ان اوبيتال، حاشاكم ستين بوبيل. المنطقة هذه منذ سنين، يعني عشرات سنين، يعني من لقت تتوقع بها برشا كوارث من تحت السميات هذه اللي تجيبها السمات، لان يعني منحدره، وبعض الاحيان كاميون يتكسر ليه الفراغ، شكون نعرفه، هذه حاجه توقع نعرفوها كل، ما عادش يتحكم في الكاميون، ما عادش يتغلب عليه. نطلب في المنطقه هذه تحسين الطرقات لها، نطلب لها حزاميه باش كمان كي تجي تعدى من هنا، ويلي يقطعوا كمان ما عادش تعدى من المنطقه هذه، يعملوا لهم ماشي يشوفوا السمان يتعدوا بها الجزائر، خويا اعملوا لهم القلعه، يتعدوا على حيدره، يمشوا ساقيت سيدي يوسف، هذه كل موجوده لهم حلول، علاش يقعد ما يجيش لهنا ويتسبب في كوارث؟ اعملوا لهم حزاميه ويحسنوا الطرقات. المنطقه هذه كانت من الثمانينات باش يعملوها حزاميه موجوده تاع من 5 6 كيلومترات باش تحسن الوضعيه نتاع المواطنين، الى حد الان ما شفنا منهم حتى شيء. نطالبوا بالسوق هذا باش يدبروا بلاصه للسوق، هذه بقعه نتاع سوق، هو طريق ما يجيش طريق اصلا، زيد تحطوا لنا سوق وبليس في الطريق يشوفوا لنا بقعه نتاع سوق ويعملوا لنا طريق اخر، وهذا هو معناها. إضافة إلى ذلك احتج الأهالي على عدم زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمنطقتهم اللي حل صباح اليوم بالقسرين للاستماع إلى مشاغلهم والاطلاع على وضعهم. بس منطقة خمودة نحن رانا ماناش مسكين الطريق على أساس نعمه في الفوضى وإلا نعمه في المشاكل. السيد رئيس الحكومة يجي للمستشفى يطلع على الجرحى بارك الله فيه، أما عدنا نحن حتى نحن عدنا شهداء، عدنا 16 ميت، سامحني، عدنا 16 شهيد ماتوا أمس، معناها نورمالمون يجي يطلع علينا ويأخذ كي يأخذ من عدنا شنو المطالب نتاعنا. عدنا الطريق حزاميه نورمالمون تتخدم، عدنا الليسي ثلاث سنوات مجمد، عدنا 1000 مطلب اخر، عدنا شباب بطال ومعناها ومنطقه مهمشه. هذا ويبقى امل للاهالي في الالتفات لهم من خلال احداث طريق حزاميه وتركيز السوق بمكان مناسب قائم. تحرك الاهالي اليوم جاء بعد زياره لاداها رئيس الحكومه يوسف الشاهد للولايه اللي عاشت على وقع مواجهه الارهاب وصدمه الحادث في اقل من 24 ساعه، زياره اقر خلالها يوسف الشاهد بها شاشه البنيه التحتيه للولايه اللي تواجه خطر الارهاب، كما ذكر بجاهزيه المؤسسه الامنيه والعسكريه، واكد التزام حكومته بتطبيق تعهدات حكومه لحبيب الصيد لفائده الجهه. أدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة لولاية القسرين، استهلها بزيارة المستشفى الجهوي للاطلاع على النقائص اللي يعاني منها المستشفى، وتواصلت زيارته بزيارة لكل من إقليم الحرس وإقليم الأمن الوطني والثكنة العسكرية بالجهة للوقوف على مدى جاهزية القوات الأمنية والعسكرية وكيفية دعم المؤسستين بالمعدات والتجهيزات الضرورية للقيام بواجبهم في أحسن الظروف. احنا اليوم في متابعة لقوات لجاهزية قوات الأمن والجيش نتاعنا، تأكدنا أن القوات نتاعنا في جاهزية قصوى. وجينا هنا باش نتفقدوا ونهزوا المعنويات نتاعهم، وتاكدنا ان القوات هذه اليوم في اتم جاهزيه باش تدافع على تونس، هذيك هي اول خط دفاع لتونس هنا في القسرين، وقاعدين يقوموا مجهودات كبيره، واحنا هنا باش ندعموهم، وهذمك مفخر لتونس ومفخر لنا الكل، هذوما يخدموا وحقوا نتائج كبيره، وباش نكونوا
داعمين لهم باش نكونوا راهم، وهذاك دورنا كحكومه لانهم يحميوا في تونس. والقوات هذه الارهاب هذا يهدد في مكاسب الدوله اللي بناتها تونس منذ اكثر من 50 سنه، وهما اليوم قاعدين يحميوا فيهم واحنا معاهم. واكد يوسف الشاهد خلال زيارته انه باش يتم معالجه المشاكل التنمويه اللي تعاني منها الجهه والعمل على الحد من ظاهره الارهاب. ولايه القصرين مشاكل تنميه مشاكل كبيره كما قلت عندها مده، احنا انطلقنا عندنا 48 ساعه ولكن حرصنا ان باش نكونوا هنا. كنت اليوم الصباح في زيارة للمستشفى، ثم إشكاليات عديدة، ثم مشاكل كبيرة صحيح فعلا، وسيتم معالجة هذه المشاكل في القريب العاجل. ستكون هناك جلسة مع وزيرة الصحة اليوم باش نشوفوا، وهي البارح كانت موجودة هنا باش نشوفوا الإشكاليات. يبقى أنه اليوم تونس تواجه في حرب على الإرهاب، راهو حرب بأتم معنى الكلمة، ويزمنا الكلنا نقفوا ضد هذه الحرب، يلزم كلنا نتضامنوا مع قوات الامن نتاعنا. هذا مهم جدا، وهذا اليوم هي المرحله، مرحله مهمه ومرحله صعبه في حرب على الارهاب تهدد الدوله التونسيه والمكاسب نتاعها. زياره افاد خلالها رئيس الحكومه انه باش يتم متابعه الملفات اللي تم تدارسها والتعهد بخصوصها في الحكومات الفارطه، وبخصوص النهوض بعدد من القطاعات في ولايه القصرين. من جهة أخرى، من بين ضحايا الحادث البارح كانت أم لخمسة صغار متكفلة بعائلتها، خاصة أن زوجها يحمل إعاقة، وضحية ثاني هو صلاح الدين حسني متزوج حديثا. مأساة الزوز عائلات يعيشوا في نفس المنطقة تحول على إثرها فريق أخبار نسمة وقابل الأهالي. شوفوا التفاصيل في تقرير هذا. 16 ضحية في حادث مرور بمنطقة خمودة من معتمدية فوسانة، هو الحادث الأخطر وهي الحصيلة الأكبر اللي عرفتها الولاية منذ عقود. خمودة اللي بدأت اليوم تشيع ضحاياها إلى مثواها الأخيرة وسط غياب كل السلطات المحلية والجهوية، وكل عائلة تحاول تلملم جراحها، لكن هالمأساة تخفي وراها مآسي وقصص كثيرة. زكية حسني من مواليد 1969 توفيت في السوق وقت اللي كانت تقضي وتعبي في قفة صغارها، وجدوها متوفية تحت الحافلة. غادرت الحياة وتركت خمسة صغار، أصغرهم عمره 9 سنوات وزوج مقعد يعاني من مرض السرطان في الدم. قليتها في السوق وخرجت يا أخي، رجعت لقاها تحت الكار، أنا اللي جبتها بيدي من تحت الكار. يعني حاولت أنها باش تهرب، لكن لغال قدر الله مشافعة، يعني سقط على الكار. خلتنا خمسة إخوة والوالدة ومعاق عبارة يعني شبه ميت. تعب أمور وتعب هي اللي تخدم فيه، معناها وتقلب فيه وتبات الليل وكله ما يرقدش، رو حتى المرض رو مريض عنده متوجع حتى في الليل ما يرقدش. هي مسكين الله يرحمها هي اللي تقلب فيه تبات مقامزة بحذي. من جمت شيء للسوق مشت تقضي فيه توقفش مات، مشت للسوق تقضي في الخضر ماتت، تتكون الحادثة ذي ماتت. جاهد هي مسكينة الله يرحمها مجاهد، فهمت؟ ما تتخليت وتوك تشوف مطيشك من هكي، لا من يكيعب ولا من عند ربي هو، لا محالة، أما يقعد مطيشك من هكي. 700 متر فقط على منزل زكية، مأساة أخرى وعائلة أخرى تشيع فقيدها صلاح الدين الحسني اللي خرج باش يقضي من السوق رفقة أخته كلثوم. إلا أنه أقدار شاءت أن يتوفى صلاح المتزوج حديثا في عمر 44 سنة، ويتم نقل أخته المستشفى سيدي بوزيدة للعلاج بعد تلقيها إصابة خطيرة. خويا أنا ضربت الكار معناه اللي كبيته على فمه هكذا طايش غادي، وثمان ناس محروقة وسيمين مكبوب طايح حالة. أختي معناها طحت عليها كار بركت عليها من هنا، فهمت؟ هي يقول لاباس عليها، معناها مش ميتة ولا حاجة، أما معناها ضرر ما زلنا مش فاهمينه بالضبط كيفاش. الحادثة خلفت مأساة وخلفت كذلك يتامى وأرامل ما عندهم حتى ذنب، سوى أن الظروف الصعيبة أقصت عليهم وزادتهم الحادثة معاناة. وفي متابعة للعملية الأمنية اللي جدت بحي الكرمة في القصرين واللي أفضت إلى القضاء على زوز إرهابيين بعد استشهاد مواطن وإصابة ناظر أمن مساعد أصيل ولاية سيدي بوزيد، تم تحويل المصاب للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة. كاميرا أخبار نسمة التقات المصاب وين تبين أنه يعمل في ولاية صفاقس، إلا أنه تنقل لولاية القصرين في إطار تعزيز للعملية الأمنية اللي نفذها الفوج الوطني للتدخل السريع بإدارة مجابهة الإرهاب والوحدات العسكرية. وبخصوص الإصابة اللي تعرض ظلها واستوجب التدخل الجراحي على مستوى ساقه، أكد المصاب أنه حالته صحية في تحسن وقاعد يتماثل للشفاء، وأنه إصابته زادت من عزيمته في أداء واجبه، كما أكد زملاء استعدادهم لمجابهة الإرهاب اللي هدد أمن البلاد. الحمد لله، أنا جيت الحمد لله يا ربي، كل شيء تعدى ولباس. بالعكس الحاجة هذه زيدنا عزيمة كأمنيين، احنا بالنسبة لنا نازل كل زيدنا عزيمة باش نقضوا على الإرهاب
ولاباس وان شاء الله بلادنا في خير والحمد لله يا رب الحمد لله. زملائنا نعرفوها انا ماهيش ضربه حكايه كيف ما هكا باش تقلل من عزيمتهم ولا ماهيش والارهاب هذا مش باش ينجح في تونس. واحنا الحمد لله يا ربي متكونين وباش نقضوا عليهم ولاباس. في موضوع آخر، أكد فيصل الرئيس كاتب عام نقابة الحرس الوطني بتوزر في تصريح النسمة تعرض عون أمن برتبة حافظ أمن اليوم العشية لتعن بسكين على مستوى الصدر من قبل أحد أصحاب السوابق العدلية. وحسب ما أكد فيصل الرئيس فإن عون الأمن كان في دورية يومية عادية لحظة تعرضه للاعتداء اللي يرجع بالأساس للوظيفة العون وارتداء الزي الرسمي. والجدير بالذكر فإن الأمن المصاب اللي تم إخضاعه اليوم العشية لعملية جراحية تمت نقلته خلال الأيام الفارتة إلى ولاية توزر في إطار النقل. نمشي ولاية بن زرت وأخبر نشوب حريق في السجن المدني ببرج الرومي اليوم الصباح اللي خلف إصابة أكثر من 5 مساجين بحروق متفاوتة الخطورة. تم على إثرها نقلهم على جناح السرعة للمستشفى الجهوي لتلقي العلاج. وحسب ما أكد مصدر أمني لمراسلة نسمة بالجهة فإن الحريق ناجم عن تسرب الغاز من مطبخ السجن للغرف المجاورة. من جهة أخرى أكدت إدارة المستشفى الجهوي ببن زرت أن واحد من السجناء تحت الرعاية المركزة لخطورة الحروق اللي تعرض لها واللي تصنفت من الدرجة الثالثة. في التحركات الاحتجاجية وفي ظل الاستعدادات للعودة المدرسية انطلق اليوم عدد من المعلمين النواب في القيام بسلسلة تحركاتهم للمطالبة بتفعيل اتفاقية 5 ديسمبر 2015 واللي تنص على انتداب عدد منهم صلب المؤسسات التربوية. تحرك اليوم واللي جاء تحت شعار يوم الغضب كان جهوي وينأكدوا تمسكهم بضرورة إدماج الدفعة الأولى ونشر القائمة للمنتدبين. ما زالت اتفاقية 5 ديسمبر 2015 المحرك الأساسي لاحتجاجات المعلمين والأساتذة النواب اللي نفذوا اليوم وقفات احتجاجية متزامنة بدعوة من نقابة الجهوية للتعليم في إطار يوم غضب بالمندوبية الجهوية للتربية بمختلف ولايات الجمهورية على خلفية عدم تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الطرف النقابي ووزارة التربية. احتجاجات مطلبها الأساسي انتداب المعلمين النواب على دفعات ضمن قطاع الوظيفة العمومية حسب ما جاء في نص الاتفاقية. هذا إرباك تقوم به وزارة التربية في بداية السنة الدراسية ونحن نحملها المسؤولية ونطالب الحكومة يوسف الشاهد بفتح الانتداب في وزارة التربية. نطالب بحقنا في تسوية الوضعية وبتفعيل بلاغ 21 جان في إلي الوزير بعد ما هبطوا في الباج أوفيسيال معناها بطريقة رسمية قام بسحبه ويحب يرجعنا سنة ويلعب بينا كما قبل. انتداب هو مطلبنا الأساسي لكل النواب نواب ولاية إقبلي، وكذلك نطالب بتحيين القائمة الإسمية وإدراج أسماء النواب واحتساب السنة الدراسية 2015-2016. جتنا بالانتداب إن شاء الله أول دفعة كانت في سبتمبر 2016 بعد ولت ما فماش فلوس، لكن كي باش نعطوا لزملائنا سوايع زايدة تولي فما الفلوس هنا نجموا نحكوا على إهدار المال العام وفساد مالي، خاطر باش تمشي بيه تخلص بيه معلم 15 دينار تنجم تنتدب فيه دفعة، معلم ياخذ 15 دينار ومعلم نايب ساعته ب 2000 وينحوا علينا 17% وناخذوا 100 دينار في الشهرية. مطالبين بجميع الواجبات تاع المعلم لكن للأسف ما عندنا حتى حق. وتفاعلا مع الوقفة الاحتجاجية للمعلمين والأساتذة النواب، أكد عدد من المندوبين الجهويين للتربية في بعض الولايات تفهمهم المطالب المحتجين على أمل التوصل للحل خلال الأيام القليلة القادمة لضمان بداية سنة دراسية ناجحة. احنا نتفهموا المطالب العالقة اللي هي محل تفاوض بيننا وبين وزارة التربية، هو شأن بطبيعة الحال شأن مركزي، طبعا فما نأمله من جانبنا أن يتم التوصل إلى الاتفاق وهذا أمر مشروع جدا. احتجاجات وتحركات قد تنبأ بعودة مدرسية مرتبكة، خاصة بعد ما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 5 أكتوبر يوم إضراب عام في قطاع التعليم في صورة عدم التوصل الاتفاق بين وزارة التربية والطرف النقابي. من جهة أخرى، سجل مقر الإدارة العامة للديوان التحرك احتجاجي للنقابة الموحدة لإطارات وأعوان الديوان للمطالبة بمستحقات منظوريها المادية والاجتماعية من بينها منحة الخطر. تحرك أكد على إثر الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان تفهم الإدارة لوضعية الأعوان وسعيها لتحسين ظروف عملهم.
مع تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والفساد، دعت اليوم النقابة الموحدة لأعوان الديوان التونسية خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للديوان لضرورة مراجعة تركيبة الإدارة وتعصيرها بهدف التصدي للآفات هذه حتى تتمكن من ممارسة مهامها على أحسن ما يرام. ماذا بينا نحن سلطة الإشراف وعلى رأسها السيدة الوزيرة تسمعنا وتسمع مطالبنا المهنية، وخاصة هيكلة الإدارة العامة للديوان مش تشوفوا وجه جديد للإدارة، مش تشوفوا توزيع وانتشار جديد لأعوان الديوانة لمكافحة الإرهاب والتهريب. كما طالب أعوان الديوانة خلال الوقفة اليوم بجملة من المطالب الاجتماعية والمادية. عندنا منحة الخطر العسكري اللي هي تعطات الزملان الأمنيين والعسكريين ومبروك عليهم، وإحنا استثنونا منها، يعني مقدمين في الصف ومرخين في الراتب. وفي اتصال هاتفي بالناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة لسعد البشوال أكد أن الإدارة تحترم العمل النقابي وتسعى لتحسين الوضع المادي والمهني لكافة الأعوان رغم الضغوطات المسلطة على كاهل الدولة. نحن كإدارة عامة للديوانة نفهم العمل النقابي ونأكد بهذه المناسبة اللي ما عندناش حتى مشكل معناها مع العمل النقابي المكفول دستوريا والمقنن، معناها السبب الفصل 9 جديد من القانون المتعلق بتنظيم بالقانون الأساسي لأعوان الديوانة. نزيد نأكد على شيء مهم جدا مرة أخرى، الإدارة العامة للديوانة ديما راهي إيديها ممدودة معنا للحوار وراهي الساعية دايما لتحسين الظروف المادية والوضع المهني لكافة معناها أعوان الديوانة، معناها رغم في ظل الضغوطات المسلطة على كاهل الدولة. نحن رأوا أعواننا هم رسمينا ونعرفوا النجاحات متاع المؤسسة الديوانية مرتبطة ارتباط وثيق بمعناها التوفير معناها الوسائل وتوفير التجهيزات اللازمة وتوفير تحسين الوضع المادي. هذا وشهد سلك الديوانة في الآونة الأخيرة جملة من التحركات الاحتجاجية المتصاعدة على خلفية عدة مطالب نقابية ومهنية، احتجاجات تم خلالها المطالبة بالنظر بصفة جدية في الاستحقاقات المهنية والاجتماعية المتعلقة بوضعية الأعوان والدعوة لاتخاذ قرارات هامة تنهض بسلك الديوانة. في إطار السعي لتوفير أضاحي العيد، تم اليوم فتح نقطة بيع المواشي من المنتج للمستهلك في منطقة سعيدة من ولاية منوبة مناسبة نقل على إثرها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب للجهة، وينشدد على ضرورة نشر ثقافة البيع من المنتج إلى المستهلك لدورها في الحد من المضاربة والتلاعب في الأسعار، كما أبدأ استحسانه لمستوى أسعار الأضاحي. نختم نشرتنا بالندوة الصحفية للجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة حول تنظيم تونس لكأس العالم لكرة القدم المصغرة 2017. تابعوا أكثر تفاصيل في التقرير هذا. عقدت الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة اليوم ندوة صحفية للحديث حول تنظيم تونس لكأس العالم لكرة القدم المصغرة 2017 بعد فوزها بشرف تنظيم الكأس هذه في شهر أكتوبر القادم ونيل ثقة دول العالم وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للمينيفوت. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة أشرف بن سالحة أكد أن التظاهرة باش تدعم السياحة وتحسن صورة تونس في العالم باعتبارها قادرة على جلب أكثر من 30,000 سائح من الدول للمشاركة. ونستدعاه العالم الكل والجنسيات الكل، سي أكبر فرصة للترويج الصحيح لصورة البلاد، أكبر فرصة لخدمة السياحة التونسية، أكبر فرص لخدمة الثقافة التونسية. كيفاش نقولوا ثقافة كي نجي اليوم نعمل حفل افتتاح في الجم؟ ماهوش ميساج كلير اللي نحن راهو عنا تاريخنا ونعرفوا بالتراث وبالتاريخ بتاع البلاد نتاعنا. حفل اختتام اخترنا المسرح نتاع كارتاج ماهوش هكاكا بوريان مدروس الاختيار هذايا، تنظيم كاس العالم يعني في كارتاج ما بين كاتدرال وما بين الجامعه المكان ومكان تاريخي يعني 3000 سنه. كي تقول كارتاج شنو تقول 3000 سنه ما تعرفش حنبال ما تعرفش عليزه ما تعرفش كذا كذا كذا، يعني هذا كله سيبلي باش نحسنوا صوره البلاد. ويشارك في كاس العالم لكره القدم المصغره دور خلال شهر أكتوبر 2017 في تونس 16 منتخب، منها 7 منتخبات أوروبية و7 من أمريكا اللاتينية و3 منتخبات من إفريقيا، إضافة إلى ممثلي آسيا وأوقيانوسيا. إذا نوصلوا للمربع الذهبي هو يعتبر إنجاز وإنجاز وإنجاز كبير، وأنا متأكد اللي باش يكون التواجد متاعنا إلى آخر محطة يعني في كأس العالم هذه اللي باش ننظموها، لأن تونس impossible n'est pas tunisien. هذا وباش يتم تجهيز ملعب لكرة القدم المصغرة تشرف على إنجازه شركة فرنسية بطاقة استيعاب تبلغ 5000 متفرج. هكا نكون وصلنا مشاهدينا لنهاية موعدنا الإخباري، ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الرسمي على الإنترنت www.nisma.tv. مشاهدة طيبة للجميع.